بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، طبعا اليوم إحنا مستمرين بدرسنا الثاني إن شاء الله بعد الجهد الكهربائي، وهو المقاومة الكهربائية. طبعا في الشكل أمامكم هذه الأشكال نراها كثيرا في حياتنا ونتعامل معها يوميا، فما هي وكيف تعمل؟ طبعا هذه القطع أمامكم تسمى مقاومات، وهي موضوع درسنا لهذا اليوم. ما المقصود بالمقاومة الكهربائية؟ المقاومة الكهربائية هي ممانعة الموصل لحركة الشحنات الكهربائية فيه، وتنشأ نتيجة تصادم الشحنات في الموصل بعضها ببعض، أو نتيجة تصادمها مع ذرات الموصل نفسه، كما يعبر عن الموضوع بالرسم البسيط أمامكم، المقاومة والممانعة لمرور التيار الكهربائي في الدارة الكهربائية. كيف تقسم المواد من حيث المقاومة للتيار الكهربائي؟ خلينا نشوف الآن. المواد تقسم إلى ثلاثة أنواع، وهي في عنا المواد الموصلة اللي هي خلينا نعطي أمثلة كالحديد والنحاس والألمنيوم. هذه المواد تسمح بمرور التيار الكهربائي من خلالها، وبالتالي ممانعتها ضعيفة للتيار الكهربائي، بمعنى آخر مقاومتها ضعيفة. أما المواد العازلة مثل الخشب والزجاج، فهذه المواد لا تسمح بمرور التيار الكهربائي، وبالتالي ممانعتها أو مقاومتها قليلة. أشباه الموصلات طبعاً مقاومتها متوسطة، ما بين المواد الموصلة والمواد العازلة مثل السيليكون. طبعاً هذا تصنيف المواد حسب المقاومة للتيار الكهربائي، كما يظهر الشكل من خلال حركة التيار فيها. ما المقصود بالمواد العازلة مع ذكر أمثلة؟ كما تحدثنا على الشكل السابق، المواد العازلة هي مواد ذات مقاومة عالية جداً، فلا تسمح بمرور التيار الكهربائي مثل الزجاج والخشب والبلاستيك والهواء. أما المواد الموصلة فهي مواد ذات مقاومة ضعيفة تسمح بمرور التيار من خلالها مثل النحاس والذهب والفضة. بالنسبة للمواد أشباه الموصلات فهي مواد ذات مقاومة متوسطة مثل السيليكون والجرمانيوم. طبعاً هذه مقارنة بسيطة بين الثلاث مواد حسب مقاومتها للتيار الكهربائي، مع ذكر أمثلة على كل منها للتوضيح. ننتقل الآن أعزائي الطلبة إلى موضوع العلاقة بين المقاومة الكهربائية والتيار الكهربائي. طبعاً العلاقة عكسية ما بين المقاومة الكهربائية والتيار الكهربائي، كلما زادت المقاومة الكهربائية فإنها تعيد حركة الشحنات الكهربائية عبرها وتقل قيمة التيار الكهربائي في الدارة، طبعاً كما يظهر في الشكل أيضاً. إذن كلما زادت المقاومة يقل حركة الشحنات، وكلما قلت المقاومة تزداد حركة الشحنات، إذن العلاقة عكسية. الآن ما وظيفة المقاومة في الدارة الكهربائية؟ للمقاومات الكهربائية في الدارات الكهربائية وظائف متعددة، نذكر منها الآن. أولاً تعمل المقاومة على التحكم في شدة التيار الذي يمر فيها، لذا نرى أن الأجهزة الكهربائية جميعها تحتوي على مقاومات كهربائية تقوم بحمايتها من أي تيار شدته عالية قد يسبب تلفها، إذن هي تحافظ على الأجهزة الكهربائية. النقطة الثانية، تستعمل المقاومات لتنظيم التيارات المارة في أجزاء الدارة المختلفة، أيضاً تنظم حركة التيار في الدارات المختلفة بشكل منظم. أيضاً في عنا وظيفة ثالثة اللي هي قبل ما ننتقل للموضوع الآن، أنها تقوم بتحويل الطاقة الكهربائية لطاقة حرارية، طبعاً كما في خلينا نقول جهاز المكواة، فينظم أيضاً حركة التيار الكهربائي. الآن لدينا السؤال الآتي، علل
تصنع الأسلاك من مادة النحاس المغطاة بالبلاستيك. نعلم جميعاً أن الأسلاك الكهربائية تحتوي على فلز النحاس، لكن أيضاً النحاس يكون مغلف بمادة البلاستيك. الهدف من ذلك أن النحاس مادة موصلة تسمح بمرور التيار الكهربائي، لكن تغليفها بمادة البلاستيك العازلة يمنع خروج التيار إلى الخارج، وبالتالي يمنع حدوث الضرر لأي شخص يقوم باستخدام هذه الأسلاك. الصورة الثانية نرى الآن بعض المقاومات في القطع الإلكترونية. طبعاً السؤال علل استخدام هذه المقاومات في القطع الإلكترونية، طبعاً لأنها حساسة للكهرباء فتستخدم أو نستخدم المقاومات لحمايتها من التيارات العالية ومنع تلفها والضرر. ننتقل الآن إلى طبعاً موضوع له علاقة بالمقاومة الكهربائية، وهو ما الجهاز المستخدم لقياس المقاومة وما وحدة قياسها. طبعاً المقاومة الكهربائية نستخدم لقياسها جهاز يسمى الأوميتر، كما يظهر في الشكل أمامنا، لقياس مقدار المقاومة. طبعاً نرى من الشكل أنه مقدار المقاومة اللي قاسها هذا الجهاز 10.98%، وأما وحدة قياسها هي الأوم. إذا نقول أنه مقدار المقاومة اللي قاسها الجهاز أمامنا هي 10.98% ووحدتها الأوم، نسبة للعالم أوم. ننتقل الآن لأنواع المقاومات الكهربائية. طبعاً تم تصنيف المقاومات الكهربائية إلى نوعين. في عنا أنواع بنسميها طبعاً مقاومات ثابتة، ونرمز لها بالرمز الموجود أمامكم. أما المقاومات المتغيرة نرمز لها أيضاً بالرمز الذي نرى أمامنا. إذا تعرفنا على الجهاز المستخدم لقياس المقاومة، وحدة قياس المقاومة، أنواع المقاومات الكهربائية وكيفية التعبير عنها بالرموز. لدينا الآن مشكلة يعني نأمل أنه نفكر فيها ونجد لها حلاً. اعتقد أحمد أن المصباحين ألف وباء في الشكل متماثلان، وحين ركب إدارة كهربائية وجد أن أحد المصباحين أكثر إضاءة من الآخر. ساعد أحمد في تفسير سبب اختلاف إضاءة المصباحين. الآن أعزائي الطلبة، قبل أن أنا أعرض الإجابة عليكم، بتأمل منكم أنه نرجع قليلاً في المعلومات التي تم طرحها سابقاً من حيث نوع العلاقة بين المقاومة الكهربائية وشدة التيار. نعم، العلاقة عكسية بين المقاومة وشدة التيار الكهربائي، كلما زادت المقاومة يقل التيار. إذن شدة إضاءة المصباح ترتبط بمقدار التيار المار فيه، وبما أنهما في نفس الدارة سيكون الاختلاف في مقدار مقاومة كل من المصباحين، فالمصباح ذو الإضاءة الأكبر مقاومته قليلة. إذن عدنا بالفكرة الرئيسية والهامة في هذا الموضوع، أن العلاقة عكسية بين المقاومة والتيار الكهربائي. بتمنى تبقى هاي المعلومة في أذهاننا، لأنه سيترتب عليها دروس قادمة بإذن الله تعالى. طبعاً يظهر لنا في الشكل الآتي أيضاً تأكيد للعلاقة اللي إحنا توصلنا إليها، اللي هي العلاقة العكسية بين المقاومة والتيار، كلما زادت المقاومة يقل التيار، مما يعني أن الإضاءة تقل. طبعاً العلاقة عكسية، واضح تماماً بالشكلين، مقاومة قليلة إضاءة قوية، أما المقاومة الكبيرة يترتب عليها إضاءة قليلة. خلينا الآن نتحدث عن الشكل الآتي. لو عبرنا بالرسم التالي عن العناصر الثلاثة، وهم التيار الكهربائي، الجهد الكهربائي، والمقاومة الكهربائية، فما الجزء في الرسم الدال على هذه العناصر الثلاثة؟ أتمنى منكم لحظات من التفكير قبل الإجابة. نريد أن نحدد على الصورة أي الأجزاء في الرسم تمثل التيار الكهربائي، وأيها تمثل الجهد الكهربائي، وأيها تمثل المقاومة الكهربائية. طبعاً الرجل يمثل الجهد الكهربائي لأنه ببذل طاقة للمحاولة منه في إنجاز العمل أمامنا.
البرميل يمثل التيار الكهربائي لأنه هو حركة، خلينا نقول نشبهه بحركة الشحنات الكهربائية في الدارة. أما المستوى المائل فيمثل المقاومة الكهربائية. إذا الرجل يعبر عن الجهد الكهربائي، البرميل يمثل التيار الكهربائي، والمستوى المائل يمثل المقاومة الكهربائية. كلما زاد الجهد الذي سيبذله الرجل في إتمام أو إنجاز عمله، سيمر التيار الكهربائي بشكل أكبر، وبشكل بديهي سنقول أن المقاومة الكهربائية ستكون أقل، علاقة عكسية ما بين التيار وما بين المقاومة الكهربائية. شكراً جزيلاً لكم أعزائي الطلبة، بتمنى تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي عرضناها، وإن شاء الله لنا دروس قادمة وتواصل في تعليمنا بإذن الله تعالى، وشكراً جزيلاً لكم.